من يتحمل مسؤولية مقتل فتيات بعمر الورد جراء انهيار سياج ملعب الحر في كربلاء بسبب إهمال مدير مديرية شباب المدينة في زمن الوزارة السابقة لخطابات التحذير التي وردت إليه حول خطورة انهيار هذا السياج؟ الآن نحن أمام نادي الحر الرياضي في الحر. مثل ما تشوفون هسه الحائط، تشوفون هذا السياج شلون وقع على بنات اثنين، مدرسة لها المدرسة مقابل النادي. من جينا وشفنا هاي المأساة هنا، اللي هم اثنين بنات بعمر الورود راحوا شهداء، احنا نريد نقول ما كلف نفسه لا احد من مديرية الشباب والرياضة، ولا كلف نفسه احد من المسؤولين يجي يشوف هاي المأساة بعينه. شنو ذنبهن؟ بنات طالعات من الامتحان يجن هنا حتى يموتن بهذا المكان. اول شيء من حكينا ويا مجموعه من الموجودين هنا بالنادي، قالوا السبب هو انه قبل سنه اللي هي 2018 احنا دزينا كتاب الى مديريه الشباب والرياضه، فذاك لم يستجيب لندائنا. اللي هو سوى شنو؟ دز مجموعه حسب ما قال مدير الملعب حتى يبنون هذا السياج، فلزقوه مثل ما يقولون تلزيق بالعامية، ومطالعات توصل مدير الشباب والرياضة ماكو استجابة إليه. زين هسه احنا نريد نعرف من المسؤول هنا، اما ان يكون مدير الشباب والرياضة او ان يكون مدير الملعب. انا صوتي اريد اوصله الى وزير الشباب والرياضة من هذا المكان. وزير الشباب والرياضة احتذني بنات بناتك وراحني بهذا المكان، شنو اللي راح تسوي؟ شنو الاجراء اللي راح تتخذه بهيج مكان؟ اريدك تحسبهن بناتك، اطالبك وزير الشباب والرياضه من هذا المكان، ادس على مدير الشباب والرياضه، ادس على مدير الملعب، ادس على كل مسؤول، احد هنا بهذا المكان مسؤول عن هذا الملعب وتعرف لي السبب. واتمنى انه انا صوتي يوصل لك.